لم تكن المهمة الملقاة على عاتق المجلس المحلي في كفرنبل بريف إدلب بتلك السهولة، خاصة أمام مدينة وصفت بأنها بوصلة الثورة السورية تجيد تصيد الأخطاء ومحاسبة المقصرين. لذا بدأ بشكل فوري بترميم ما دمره قصف النظام وتجهيز مشاريع من شأنها أن تعيد الحياة لسابق عهدها. أعمال المجلس اللي بيقوم فيها هي المجلس يعتبر كحكومة في مدينة كفرنبل وليس كمجلس بلدي كما البعض بيتصور الحكي، يعني أحيانا نحن بنقوم بتأمين بعض الأمور تجي الطيارة بتقصف تخرب الوضع كله، فبنرجع بدنا نعمل أو بدنا لمدارس أو مقرات أو كذا. صيدلية مركزية، شبكة إغاثية، تأمين الرواتب لذوي الشهداء والمعتقلين، إضافة لكتيبة أمنية ومفرزة جنائية لضبط التعديات، والأهم شبكة مياه بدأت بتجهيز الآبار لكن دون أن يتم المشروع بسبب نقص التمويل. هذا المشروع بتكلفته تقريبا 757 ألف دولار. هال 757 ألف دولار هاي طبعا نحن المشروع بناله دراسات فنية من قبل مهندسين مختصين، وبعثنا دراسات لكافة الجهات بما فيها الائتلاف الوطني عن طريق ممثل المجالس الدكتور علي سلطان، وصلنا إياه من شهرين تقريبا، طبعا لحد الآن ما جانا أي جواب عن هذا المشروع. لم يبدو للائتلاف الوطني وجود قوي في طيات مشاريع المجلس المحلي رغم كونه يشكل المظلة الشرعية له، الأمر الذي دعا رئيس المجلس لتوجيه دعوة للائتلاف ليكون حاضرا على الأرض. رؤيتنا الوحيدة أنه النظام يلتغى خالص، ما يكون في لا بشار ولا أعوان ولا غيره، فهم يبقى بحده إذا بدهم يقرروا نحن ما نرضينا عن قرارهم أبدا، كأنه يرضوا في بشار في حكومة أو يقبلوا فيه كمجالس محلية وكموظفين ثوريين، لا نقبل بأي طرح بيطرحوه غير إذا شاركونا فيه وكنا مشاركين. نتمنى يزورونا الائتلاف لهون، يكونوا موجودين، نتواجد ونشوف الصعوبات. لا تزال أرض سوريا الثورة قادرة على الإبداع وخلق الحياة من العدم، هي كذلك تجربة المجالس المحلية، لا يملكون الوقت لترميم جراح الموت، هم فقط يتحايلون على صواريخ الأسد وشح الموارد لإعادة ترميم وبناء ما يستطيعون من بلدهم قبل بلوغهم النصر الذي دفعوا ثمنه غاليا وغاليا جداً.